غادي نجيب لك الميكا وزيدي جيب لي الاثنين راضي عليك واخا امي فاطمه وامشي نجيبها لك قولي تسنى الشيف هذا اللي غادي عاود جيب لها الميكا حتى ردها المهم شي كليمه واجيزه شنو المشكل قبل ما تحرك لومبيونس شنو المشكل امي المشكل اللي عندك عافاك صافي راه ديجا هما صوروا صوروا ديجا صوروا والله صافي صوروا جميل غسيل قربي حدا انا جريده بوحدي صافي خويا بركه من لي فوطو الله يرحم الوالدين مالك امي انت مالك امي انت شنو وقع؟ طحنت في رجلي وليدي طحنت احنا في رجلك؟ لا شنو طحنت؟ اه ولا لا يلاه الله يسكن بيتها سبحان الله سبحان الله العشيه تفاجئنا بواحد السيده كانت هنا هي وكان تسمح فيها تخلى عن عليها الابن ديالها وبقات هنا بقات بوحدها والحمد لله الساكنه دخلات بواحد الاجراءات حضروا الصحافه حتى هما والدرك الملكي في واحد الوقت وجيز جاوا حتى هما والسلطه المحليه كانت واقفه والحمد لله حاليا طرات الاجراءات والمسطره بقات غاده مزيان حاليا راه جات سياره الاسعاف هزاتها وغتمشي للبريغاد ديال الدرك الملكي وان شاء الله من تماك غادي يكون واحد الحل ديالها ان شاء الله باش تكون يمكن تقدر تفيد هذه العائله. هاد السيده جات هي اصلا جات من ليساسفه جات من ليساسفه ومن جات من ليساسفه جابها لا ماشي من الساكنه ديال هنا جات من ليساسفه جات هنا جابوها جيرانها اللي عند ولدها ولدها ما بغاش يستقبلها قال علاش جيتي علاش كان بغى يخرج مع داك السيد من سيره اجره كان غادي يخرج يضربه وياه. مهم السيد خاف ويجيب هذيك السيده قالت لي عاد تحطني هنا الحاله الصحيه مدهوره جدا وعندها واحد الهرس في الرجل ديالو ما كتقدرش تمشى وهي اصلا من السيده كتعاني من المعاناه في رجليها ضرها بزاف. شحال السن ديالها تقريبا؟ السن ديالها نقدر نقول لك اخويا حاليا عندها شي 76 78 عام وسمحوا فيها الوليدات ديالها. الابن ديالها جا ديالكم كتعرفوه؟ لا الابن ديالها ساكن قريب لينا هنا ولكن تخلى عليها وحنا الساكنه كامله ديال ديار الاسره كامله ناضت وانا كفاعل جمعوي جمعيه مساعد الخير دخلنا والاجراءات الحمد لله راه دازت مزيانه. اخويا انا كنشوف غير الوليد ريان وتعاطفوا معاه العالم كامل وما بالك واحد السيده الام انسان يتخلى عليها راه في هذه الوقيته راه ما شاء الله مشى راه كاع الساكنه ناضت وكاع الناس وكاع الصحافه كلشي بقى فيهم الحال حيت راه مشاو لينا واحد نقطه الضعف ديال اي مغربي هو الام وكنتمنوا تكون الاجراءات دازت مزيان وعلى خير ان شاء الله. شكرا ان شاء الله.